باب السلامة. معابر سوريا بعد الثورة مرت بعدد من المراحل، يمكن أن نقول أنها في مرحلة تطور نحو الأفضل، لكن ما زالت معاناة المواطنين كبيرة جدا في كل المعابر السورية، بين سوريا وبين تركيا، بين سوريا وبين لبنان، بين سوريا وبين العراق، بين سوريا وبين الأردن. الآن سوف نلتقي بالأستاذ مصطفى نجار مدير معبر باب السلامة، الذي سيحدثنا قليلا أو كثيرا قدر أن كان أو ما يسمح به لنقل الخطاب السائد هنا عن الوضع من المعبر، عن الوضع في المعبر، حتى نستطيع أن نأخذ صورة من المركز الأول أو من المقام الأول للمعلومات عما يجري في باب السلامة، ومثل ما نغطي ما يجري في معبر باب السلامة نسمع الناس ما يقولون ونرى بالصورة والصوت ماذا يوجد في باب السلامة. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى، مرحبا بك من جديد. يا أهلا وسهلا، شكرا لاستقبالنا. نحن نعرف أن الضغط على المعبر كبير جدا، لكن حديث شفاف وصريح عن المعبر سوف يخدم المواطنين السوريين في هذه المرحلة بالذات الحرجة جدا. معبر باب السلامة مر بأكثر من طور لنقل في العمل من يوم استقل الشمال السوري حتى تم تحرير الشمال السوري حتى الآن. كيف تجد أنت المعبر؟ أولا أهلا وسهلا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والنصر لثورتنا إن شاء الله. أخي العزيز، أول شيء بالنسبة للمعبر باب السلامة، كان حاولت الجبهة الإسلامية أن تشكل إدارة مدنية في معبر السلامة، وهي تحسب لها حقيقة، فتم تشكيل إدارة مدنية ما في أي عسكرة، تم خروج الجانب العسكري من المعبر، تم استخدام خبرات مدنية وتنظيم مكاتب، كان مكتب اقتصادي، مكتب الهجرة، مكتب الجمارك، مكتب مالي، وكلهم بخبرات شهادات جامعية وعمل أكاديمي، يعني عمل مؤسساتي تماما. طبعا المعبر حاليا يعني عشان تخفيف عن الأخوة المواطنين قامت إدارة المعبر السلامي ببناء كراج، إلى الآن تكلفته أكثر من 23 مليون. نعم. فيه مسجد، فيه مكاتب، فيه مكان صراف، مغاسل، دورات مياه، وهو قيد الإنجاز، وإن شاء الله خلال شهر أو أقل إن شاء الله رح يكون موضوع في الخدمة. نعم. طبعا الآن هو عم بيقوم بالخدمة. الهدف من بناء هذا الكراج أولا حماية أمن المواطن. نعم. لأنه حقيقة تعرض أخوتنا المواطنين لتفجيرين كانوا دمويات بالنسبة لنا. نعم. كان راح ضحيته أكثر من 150 تقريبا شخص، هذا سبب لنا أزمة كبيرة. نعم. فقمنا بإنشاء الكراج لحماية الناس من التفجير. من يقول معبر يقول حدود بين بلدين، ومن يعرف الوضع الاستثنائي لسوريا حاليا وعلاقتها مع تركيا يقول أن هناك أكثر من مستوى للعلاقة. لن نتطرق للعلاقة على المستوى العسكري أو السياسي، ما يهمنا في الواقع هو الناس السوريون المواطنون السوريون الذين يعبرون من الجانب السوري إلى الجانب التركي والمعاناة التي يعاني منها الناس. نحن نعرف كما أشرت أنت إليه أن الأمر قد تطور نحو الجانب الإيجابي، نقول وإيجابي كثيرا جدا. أنا أعرف المعبر من سنتين حتى الآن كان هناك معاناة حقيقية كبرى جدا في فترة من فترات. كان الإنسان يمشي تحت المطر وتحت الشمس وفي البرد حوالي 2 كيلومتر حتى يصل إلى الجانب السوري. الآن هناك باصات تأخذ المواطنين من كراج سجو حتى المعبر التركي وتنزلهم هناك، وهناك أيضا باصات ترجعهم من المعبر التركي البوابة التركية حتى كراج سجو. بمعنى آخر تم ترتيب العمل في هذا المجال، وهذا شيء جدا إيجابي. تم ترتيب أيضا عمل دخول المواطنين السوريين أو الأجانب وخروجهم من أراضي الجمهورية العربية السورية، وهذا أيضا شيء جانب إيجابي آخر، لأن كانت مرحلة في معبر الإنسان يدخل ويخرج كما أنه داخل إسطبل، لا يحيث تدخل أنه داخل بلد لا أكثر ولا أقل. وأنا عمل ثلاثة أكثر من مرة هناك، تم تحسينات كبيرة وواضحة كما شرت لها. أمن المعابر صار شيء حقيقة واقعة، إدارة مدنية أيضا، لكن مع ذلك يشكي السوريون باستمرار، تشكي سوريا باستمرار أن هناك معاناة. أخي العزيز، سبب الازدحام ما هو إدارة معبر باب السلامة؟ نعم. أول شيء كان هناك أكثر من بوابة بالنسبة للجانب السوري. نعم. يتدفق منها الناس، منها بوابة الأبيض، جرابلس، باب الهوى. نعم. تم إغلاقها تقريبا جميعا. الآن البوابة الوحيدة اللي تعمل على الجانب التركي هي بوابة باب السلامة. نعم. بوابة باب السلامة الطاقة إلى يعني حتى دخول الناس إلى الجانب التركي أكثر من 1500 شخص، ما بسمح الجانب التركي يوميا. يوميا. نعم. 1500 شخص.
طبعا بسبب الكادر الموجود كمان عندنا، بإضافة إلى أكثر يعني أقل من 150 سيارة، ممكن 100 إلى 150 سيارة، بينما أعداد اللاجئين باعتبار أغلقت البوابات عم تتجاوز 2000 إلى 2500 شخص يوميا. نعم. فهذا سبب ازدحام عنا بالباب بالبوابة. نحن عم نناشد إن كان جميع الهيئات، جميع المؤسسات، الائتلاف، وزارة، أي إنسان داعم، أنه يعني يكون في هناك تحاور مع الجانب التركي، إخوتنا الأتراك يتفهموا وضعنا بفتح البوابة لأكثر من 24 ساعة، يعني لمدة 24 ساعة، وأن يكون هناك عدد غير محدود من دخول أشخاص والناس. هذا اللي بيخفف حقيقة الدخول، يعني هذا بيخفف الازدحام موجود عندنا في المعبر. ما هو سبب قلة الباصات أو قلة الكادر الموجود عندنا؟ لا، نحن مستعدين نعمل 24 ساعة. المشكلة حاليا الحقيقية بالنسبة للازدحام في البوابة هو عدد الساعات القليلة اللي ما بتتجاوز أكثر من 6 ساعات المسموح الدخول فيها، هي اللي تقريبا تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، فترة غدا ساعة، تبدأ الساعة 12 للساعة 3 عم تنتهي 3:30. نعم. هل الفترة هاي فترة قصيرة جدا وما عم بسمحوا أكثر من 1500 شخص و150 سيارة، فبالتالي حكما باعتبار عندي عدد لاجئين أكبر راح يكون في ازدحام بالناس. إذا حتى أقول لك مثلاً المعبر يفتح يومي ست، يعني يومياً الساعة 9 حتى الساعة 3، لكنه يغلق من الساعة 12 للساعة 1. من الساعة 12 للساعة 1 فترة غدا. وسبعة أيام في الأسبوع. إذا المعبر يفتح كل أيام الأسبوع. نعم. من الساعة 9 حتى الساعة 3. حتى الساعة 3. بس لكن عدد محدود. نعم. الجانب التركي يسمح بعبور 1500 إنسان مواطن سوري. وبين 100 إلى 150 سيارة سياحية. عندما تجاوز عدد اللاجئين أو طالبي الدخول السوريين إلى تركيا هذا العدد ماذا يحصل؟ بيحصل عنا ازدحام عم بيرجعوا. نعم. عم بيرجعوا عم نحطهم حاليا من باعتبار إنه الكراج لم ينتهي العمل منه، لأنه نحن جهزناه بحيث المواطن إذا رجع يقيم في الكراج مخدم بحمامات ومغاسل وأماكن حتى طعام وكذا. حوالي عم نايم في مسجد الجامع، عم نقدم له الحرامات والطعام، رئيسا ما يتم تسجيلا لليوم الثاني نرحلا. إذا هناك قوائم تسجيلية طبعا اللي عمل بدات البات الأولوية في الدخول اليوم الثاني اللي عم بيجي جديد عم برجع. فلذلك عم بصير عنا دائما طوال ما أنه في ناس قادمين أكثر من عدد المغادرين الحكمة راح يكون في عندي ازدحام في البوابة. هذا قانون جدا سليم وطبيعي. مستوى المطالبة أو المناشدة للسلطات التركية على أي مستوى جدلك؟ هل يجب أن نتوجه نحن مثلا كوسيلة إعلامية نقول حكومة سورية مؤقتة في عنتاب، طلبوا من الوالي عنتاب مثلا أن يتم زيادة عدد الموظفين حتى يتم نقل تعريض ساعات العمل اليومية في الجانب التركي؟ حقيقة أخوي بالنسبة يعني أخوي الإتراك ما عم يقصروا، لكن البوابة هن ككادر عدد عندهم ككادر ما بسمح لهم يدخلوا أكثر من هيك. فإيش الحل؟ أنه يزداد عدد الكادر الجانب التركي وتزداد عدد ساعات الدوام، فبالتالي راح يكون في عنا عدد غير محدود من الدخول. نعم. حاليا ككادر موجود في الجانب التركي وعدد ساعات الدوام ما راح نقدر نحل المشكلة. فمين بده يتدخل؟ أنا بطلب من جميع الجهات، أي إنسان له يعني أي جهة داعمة، منظمات إنسانية، منظمات حقوقية، ائتلاف، حكومة مؤقتة، أي مين إنسان له كلمة عند الجانب التركي. نعم. متمنى إنه هو يناشد الحكومة التركية انه هدول الاخوة يعني السوريين لهم وضع انساني معين، ان يفتحون البوابة لمدة 24 ساعة وتعمل دون عدد محدود من الناس او السيارات. اذا من الجانب السوري لا يوجد اي مشكلة، مستعد نحن في بوابة باب السلامي مستعدين للعمل 24 ساعة، والباصات عندنا جاهزة، مستعدين نرفع عدد الباصات لاكثر من 15 باص. نعم. شلون؟ واي شكوى على اي موظف فيه اهانة لاي مواطن سوري او خلل في الدور، إدارة معبر باب السلامي إن شاء الله جاهزة لحل أي مشكلة، ونحن موجودين أصلاً لخدمة المواطن، ومتمنى أي مواطن عنده أي شكوى على أي موظف عنا بيسيء أو بيسيء بعمله مستعدين نحاسبه ضمن الشرع. شكرا زين، هذا كلام جدا مهم بالنسبة للمواطن السوري في يعني في الظروف الصعبة التي يمر فيها الناس في سوريا، كلام جدا هام وجدا إيجابي، نحب أن نسمعه من كثير من الناس. أخي أنا بتوجه عبر قناة حلب اليوم. نعم. بتمنى من اخوتنا انه اول شيء هن يساعدونا بالنظام. نعم. ويتساعدونا بالتعامل مع الجانب التركي، لانه كمان الجانب التركي يعني هي دوله تانية، بقدر ما انت بتكون نظامي في الدخول والخروج وتحترم القوانين والانظمه عند المنن، بقدر ما راح يكون في نحن يعني اريحيه بالعمل.
وأهم شيء أنه أنا يا أخي عندما أتي إلى أبواب إلى المعبر، إذا كان هناك بعض الموظفين أو بعض الناس أو بعض السماسرة اللي عم بتقوم بالمخالفة في الدور، أنا كإدارة ما بعلم. فبتمنى أنت تتعاون معي في كشف عن هالناس هي والناس المسيئين إليك، ونحن إن شاء الله إدارة معبر بلد السلمي قادر إن شاء الله محاسبتن وإيصال حق إليك. فمتمنى منك أول شيء إنه أنت تكون يعني تتعاون معنا في النظام للدخول. طبعاً هذا الإمكانية عن أكثر من 1500 شخص مستحيل يسمحوا لنا حالياً بالوقت، وبالتالي راح يكون في عنا ازدحام. فبالتعاون والنظام إن شاء الله بنحل هالمشكلة، ولك علينا نحن إن شاء الله نقضي أي خدمة بالنسبة. بس إذا كان هناك أحد الموظفين الفاسدين أو كذا، لا تكون عون أنت إله على الفساد، حتى لا تكون أنت عون إله على هذا. راجع إدارة معبر السلمي، إذا ما أخذت لك حقك يا أخي تقول إنه نحن سبب هذا الفساد. نعم. تطرقنا خلال الحديث أيضا إلى الجانب الإنساني والحالات الإنسانية، الحالة الطبية. نعم. كيف تعالجون هذه الحالات حاليا؟ حقيقة أنا طلبت من إدارة معبر السلمي، ونحن إدارة والإدارة المدنية هو المطلوبة، إنه تخصيص في كل باص 5 مقاعد للحالات الإنسانية. نعم. غسيل كلية، عاجز، مريض، مسافر، كبير في السن. هذه الحالات يقدرها إدارة الكراج. مسافر تقصد المسافر على الطيارة؟ مسافر على الطيارة. نعم. وإنسان عنده غسيل كلية ما بستطيع أنه يبدأ هذا. نعم. فهذه بتعود تقديرها لمدير الكراج. نعم. طبعا نحن لازم يعني يجب أنه يجب يكون أن هذول الحالات هالناس هي يجب أن يعني يكون في إلى حالات يعني لازم أن يكون ملاحظة يعني شلون؟ نعم. بكل نعم. وضع إنساني خاص فيها. فما هي عبارة استثناء دور؟ لا، هي عبارة عن معالجة الحالات الموجودة يجب أن يكون مستثنات من الدور. كم هو عدد الموظفين حاليا في كل معبر يعني تابعين لحضرتك؟ حاليا بكراج باب السلام، بكراج سجو تقريبا أكثر من 15 موظف. ككادر موجود في إدارة معبر باب السلام بين 250 إلى 300 شخص. 250 وتديرهم جميعا حضرتك أنت؟ طبعا. نعم. هؤلاء يشمل يعني عدد الهجرة والجوازات؟ يشمل عنا قسم الهجرة والجوازات. نعم. قسم المالي، القسم الجمركي، إدارة المخيم، بالإضافة إلى أمن المعبر من عسكريين وإدارة مدنية. نعم. طبعا عسكريين موجودة لحماية المعبر، قد يتعرض المعبر لأي اختراق أمني. نعم. موجود شلون. أما اللي عم بتعاون مع المواطن في الأرض هو عناصر مدنية فقط لا غير، ما في أي وجود لمظاهر مسلحة. نعم. هل تحب أن توجه في النهاية أي كلمة عن عما تريد، عما تحس به أنت هنا في العمل؟ أول شيء أوجه كلمة لكل أخوتنا، أنه طالت يعني الثورة السورية، بس إن شاء الله النصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يجب أن يكون هناك صبر وتعاون مع إدارة المعبر إن شاء الله لتحقيق يعني لتحقيق دخول بسهولة الجانب التركي. وشكرا لقناة حلب اليوم، وشكرا للمواطنين. نحن سنتابع جولتنا، وفي حال احتجنا لشيء سوف نرجع نحقق معك مرة أخرى إن شاء الله جاهزين. أهلا وسهلا بك أخي، مي السلامي. أهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا حلب اليوم، أتمنى زيارتكم بشكل دائم للطلاع على عمل عمل مع القراء الخاصين، وإن شاء الله تلقوا صورة حقيقية عن معاناة. إن شاء الله. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نحن إدارة كراج السلامة. أيوة. بسجو عملنا تنظيم الكراج. أيوة. نظمنا قدر المستطاع، سجلنا 500 مركبة. وطبعا المركبات ما بتدخل على الكراج إلا بإيصال رسمي، حصرا بإيصال رسمي، طبعا بعد تفتيش دقيق بتدخل على الكراج، وضمن الكراج المواطنين بيدخلوا. طبعا كل واحد بتجي بأي مركبة بيطلع أي خط أي منطقة أي كذا. أيوة. وبنفس الوقت عندك باصات، طبعا المواطنين عم بيجوا لعنا بالذاهبين الى تركيا، مسافرين الى تركيا بيطلعوا عنا بالباصات، طبعا كمان بايصالات رسميه نظاميه حسب التسجيل، حسب الاسماء وحسب الدور. رسوم ما في رسوم ابدا ابدا، ما بناخذ ولا ليره لقاء المسافرين او اللاجئين النازحين الى تركيا، بيطلعوا بالباص مجانا مباشر لتركيا. وطبعا عندنا شويه مشاكل، مشاكل الازدحام، الازدحام كثيف جدا جدا بالاخص بهالوقت هذا الحاضر، يعني
طبعا ايام بيكون بطء من المعبر التركي بيدخلوا باص او باصين او ثلاثه، وايام سبحان الله بيدخلوا بيوصل العدد ل 30 باص ل 25 باص. طبعا ايام الازدحام هالوقت هذا بالاخص ايام الاعياد ازدحام كثيف جدا، ما بيدخل 5 باصات وما بيوصل ل 10 باصات. وهنا الله يجزيهم الخير اخوتنا بالمعبر التركي يعني، بس سبحان الله بطء كثيف يعني. الله يحفظك. من ضمن الادوات التي يستخدمها المواطنين ايضا للتعرف على ما يجري في معبر باب السلامه هي صفحه المركز الاعلامي باب السلامه. استاذ هلا كنت تحدثنا عن الصفحه قليلا. الصفحه انشئت من اجل اهم شيء انشئت من اجله هو التواصل المواطنين والمسافرين مع الصفحه. ففي كثير من الناس كان عندها تساؤلات مثلا المعبر ايمتى بسكر ايمتى بيفتح، او القرارات الجديده بتتخذ اداره المعبر التركي او اداره المعبر السوري. فنحن دائما بنكون دائما بالصوره وبنحط بالصوره كاعلاميين، فبكل القرارات اللي عم بتصير وكل الاجراءات اللي عم بتخذوها الجديده بتخذوها الاداره التركيه او الاداره السوريه، وبنعرضها على المشاهدين عشان يكونوا على علم بكل شيء عم بيصير. وفي كثير من المواطنين او المسافرين بتواصلوا معنا قبل ما يجوا على المعبر يعرفوا ايش الخطوات اللي بيعملوا فيها وكيف بدهم يفوتوا على المعبر. شكرا جزيلا.